لما كلنا بنمر بأوقات صعبة أوقات تحدي بالظبط زي الأزمة الاقتصادية اللي بنواجهها دلوقتي الناس العائلات المؤسسات بتبتدي تعمل تقييم عن إيه هي مكاسبهم وإيه هي ديونهم كلنا بنبتدي نعيد ترتيب أولوياتنا في الأوقات الصعبة مش دايما بتكون حاجة وحشة لأنها بتساعدنا أننا نبتدي نركز على إيه المثمر في حياتنا وإيه المش مثمر إيه المهم في حياتنا وإيه المش مهم لكن تخصيص وقت علشان تقيم أولوياتك ليه أهمية حيوية تخصيص وقت علشان تدرس إيه هي المكاسب الحقيقية في الحياة وإيه هي الديون الحقيقية ده مهم قوي وفي إصحاح ثلاثة من الرسالة إلى أهل فيليبي ده بالضبط اللي الرسول بولس نفذه في حياته الروحية فعايزكم تفتحوا معاي من فضلكم فيلبي إصحاح ثلاثة من أول عدد واحد لأن الرسول بولس بالرغم أنه كان في السجن لكنه كان بيواجه امور اسوأ من اللي كانت في السجن. التحدي الاكبر كان الناس اللي هم اعداء الصليب وخارجين علشان يدمروا علشان يدمروا رساله الانجيل اللي هو بيعلنها. هم الناس اللي كانوا بيجروا هنا وهناك وبيقولوا صحيح انتوا ينفع تخلصوا بالمسيح لكن كمان بالختان. اول ما تتقال كلمه كمان اعرف ان دي رساله كدابه انت بس ينفع تخلص علشان المسيح يسوع هو كان بيواجه الاوقات الصعبه دي وهو اتعامل مع الناس دي هو كان بيواجه الوقت الصعب ده الناس اللي كانوا بيسعوا وراء تدمير رساله الصليب ورساله النعمه ورساله الايمان فهو أخذ وقت عشان يقيم مكاسبه الروحيه وديونه كمان هو اخذ وقت علشان يشوف ايه اللي حقيقي مهم وايه اللي مش مهم هو اخذ وقت علشان يحدد ايه اللي له قيمه وايه الكراكيب اللي ملهاش لازمه في الحياه وكلنا عندنا منهم انا عارف ان عندي انا كراكيب دايما تحتاج انها تنضف هو اخذ وقت علشان يركز على ايه اللي حقيقي بيدي الفرح؟ وايه اللي ما بيقدملوش غير التكبر والتفاخر؟ وبالشكل ده هو قدم لنا نموذج قيادي رائع نقتدي بيه. أنا بعتقد إن كل مؤمن محتاج إنه يعمل كده، لكن خصوصًا لما تفقد فرحك لما تبتدي تفقد فرحك لما يبقى ما عندكش فرح، أنت محتاج تتبع مثال الرسول بولس، أنت محتاج إنك تعمل مراجعة لحسابك. حساباتك الروحية في الحياة، اكتشف أولوياتك كانت مركزة على إيه بالظبط وده مهم عارفين ليه؟ علشان أنت هتكتشف إن سبب فقدانك للفرح هو إن الحاجات اللي كنت فاكرها مكاسب ليك هي في الحقيقة ديون عليك هتكتشف ان اللي كنت بتفتكر فيه على انه مصدر ثقتك على انه مصدر امانك وانه مصدر شبعك هو في الحقيقه بيسبب لك خساره لفرحك بيتسبب في انك تقلل قيمه فرح الرب هتكتشف ان في نفس الحاجات اللي انت فخور بيها هي حقيقي ولا حاجه غير انها كراكيب ملهاش اي لازمه في الحياه دي مجرد كراكيب بس كراكيب بتمنعك من انك باستمرار تعيش في حاله الفرح بالرب باستمرار احنا دلوقتي في نص الطريق في سلسله وعظات عن الفرح من رساله فيليبي والنهارده انا عايز اكلمكم عن ازاي نقدر الفرح دوه ازاي تقدره في حياتك لانه في الغالب من خبرتنا كلنا احنا مش بنقدر نقدر قيمه الحاجه او الشخص غير لما بنفقده والرسول بولس بيعمل كل حاجه في استطاعته كل حاجه علشان يخلي اصحابه اهل فيلبي انهم يبتدوا يقدروا فرح الرب وزي ما قلت لكم قبل كده كلمه فرح دي مذكوره مرات كتير في الرساله دي هو بيعمل كل حاجه يقدر عليها علشان يقدر يحذرهم من انهم ما يقعوش في الفخ اللي بيكون دايما متدبر لنا علشان يسبب لنا مش بس خساره الفرح لكن تقليل قيمه الفرح ده ويقلل قيمته خالص انتوا مش لازم تكونوا خريجين كليه اللاهوت علشان تعرفوا ان جسدنا هو الجزء اللي مش بيدوم انه هيدفن ويتحول لتراب لكن روحنا اللي اتحررت روحنا هتطير في السماء وتدخل في جسد ممجد اللي فيها نبقى قادرين اننا نسبح الرب طول الوقت في السماء طول الوقت الجسد ده دايما بيجتهد قوي انه يخلينا نقلل قيمه فرح الرب مش لازم تكونوا عارفين في اللاهوت علشان تفهموا ان العالم باستمرار بيتآمر مع بعضه بيتحد من الميديا للبورصه للاماكن الشغل في كل مكان ممكن تروحوا بيتآمر علشان يخلينا نقلل قيمه فرح الرب والشيطان ورا الكواليس بيخلط الاتنين العالم والجسد علشان يخلونا نقلل قيمه الفرح ده انتوا تعرفوا إن الكل قيمة مسيحية في قيمة مزيفة مقابلها في العالم. هل تعرفوا ده؟ لكل قيمة مسيحية. مثلاً إحنا عندنا فرح الرب. هم عندهم السعادة. إحنا عندنا المحبة في الحياة المسيحية. هم عندهم الجنس المباح. إحنا المسيحيين عندنا الثقة في وعود الله مهما كانت الظروف هم عندهم الامان المادي. أه لما المسيحيين يكون عندهم سلام مش منطقي في وسط الاوقات الصعبه هم هيبقى عندهم راحه ذاتيه. وعشان كده السعاده هي حاجه مؤقته، أه السعاده هي حاجه مرتبطه بالظروف لكن الفرح هو شيء دايم ومستمر. السعاده بتعتمد على اللي بيحصل لك لكن الفرح بينبع من ثقتك في وعود الله حاجه من اكتر الحاجات المحزنه في حياتي وانا ببص كده حواليا وبشوف المسيحيين واعين في فخ العالم هم بيفكروا زي العالم بالظبط بيقولوا بيقولوا ان قيمه الفرح هي في العالم نفسه مش في الفرح بالرب فما نستغربش انهم زي كتير من الناس المحبطين والمكتئبين والمهمومين في الكنيسه زي ما هم بره الكنيسه ممكن ما تكونش حاجه جديده عليكم انتوا عارفين كده الفرح مرتبط قوي بالمعرفه الجيده لكلمه الله ما تقدرش تفصلهم، اعمل اللي تقدر عليه. الفرح في حياتك، الفرح في حياتي مرتبط جدا بمعرفتي الجيدة بوعود الله في كلمة الله. وعشان كده في مزمور 19 8 بيقول وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب مزمور 119 14 بيقول بطريق شهادتك فرحت كما على كل الغنى والرب يسوع نفسه قال في يوحنا اصحاح 15 عدد عشرة ان حفظتم وصاياي لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم شايفين الطاعة والفرح لازم ييجوا مع بعض عدم الطاعة هيخليك مسيحي مش فرحان عشان كده كمان مش حاجة جديدة إن الجيل ده من المسيحيين اللي شوهوا أهمية تعليم الكتاب المقدس اللي قللوا قيمة الحق الكتابي إنهم يفقدوا فرحهم ويتصرفوا بالظبط زي أهل العالم اسمعوني كويس في الحتة دي لو أنتوا قريتوا الكتاب مرة كل فين وفين لو قريتوه بس في المناسبات لو قريتوه بس لما يكون عندكم وقت عاجلا او اجلا فرحكم هيقل وبعدين على طول بعد ده هتبتدي تقلل قيمة العطية الغالية اللي الرب يسوع عايز كل حد من ولاده ياخدها وهي فرح الرب. وعشان كده بولس ابتدى في اصحاح ثلاثة هو ابتدى بانه يقول لاهل فيليبي انهم يخلوا بالهم من الناس دي. مين الناس دي؟ هم الناس اللي شوهوا حقيقة كلمة الله، هم الناس اللي قللوا من سلطان الكتاب، وأول ما ده يحصل ما يبقاش في فرح للرب خالص. في الواقع هو بيستخدم كلمات قوية، هو قال عليهم كلاب، شايفين الكلاب وقتها كانوا شرسين جدا، كانوا متوحشين جدا، وكان ممكن فجأة يهاجموا أي حد مش واخد خوانة. أقصد كانوا عاملين زي 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 الضباع، زي الحيوانات المتوحشة. اللي ممكن تنقض عليك في اي وقت زي الكلاب او غيرها هو بيقول هنا خلوا بالكم كويس قوي من فضلكم هو حرفيا بيترجى كل حد خلوا بالكم من الناس اللي بتهاجم اهميه كلمه الله خلوا بالكم من الناس اللي بيشوهوا أهمية سلطان الكتاب المقدس خلوا بالكم من الناس اللي بينكروا سلطان الكتاب المقدس في أنه الكلمة الموحى بها من الله خلوا بالكم من الناس اللي هيشدوكوا بعيد عن طاعه كلمه الله بكلماتهم النعمه والحلوه والمريحه للنفس خلوا بالكم الكلام دوت من الناس اللي ه... الناس اللي هتجيلكوا بافكار خداعه وفلسفه مغريه وبافكار جايه على الهوانه خلوا بالكم كويس قوي ليه 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 ده مهم لان ده مش بس هيخليك تفقد فرحك لكن في النهايه هتقلل قيمه فرح الرب اسمعوا الفرح والطاعه وجهين لعمله واحده ما ينفعش ينفصلوا اضعف طاعتك لسلطان كلمه الله وانت هتبقى شخص مش فرحان على طول بدل الثقة بأي حاجة تانية أو أي حد تاني غير كلمة الله وانت هتبقى شخص مش فرحان ولما تبقى شخص مش فرحان قريب انت هتقلل أهمية العطية العظيمة فرح الرب وعشان كده بولس كمل وقال عدد أربعة في لبي ثلاثة أربعة خلوني بس أقول لكم إيه إيه اللي بيقوله ماشي هو بيقول أنا كنت هناك وعملت كده وأخدت تيشيرت إثبات على ده، هو ده أساسا المقصود، هو ده اللي هو بيقوله هنا، هو بيقول أنا اتعودت إني أكون ضحية لخداعهم انا اتعودت اني افكر زيهم انا اتعودت إني اتكلم زيهم انا اتعودت إني افكر ان فرح بيجي من التفاخر بمجهوداتي وبالحاجات اللي بعملها انا كنت فاكر ان كبريائي بيجي من اني اخد نقط كويسه عند الله باني اعمل شويه حاجات هنا وهنا انا اتعودت اني افكر ان فرح بيجي من من اتباع لطقوس معينه اتعودت اني افكر ان فرح هيجي من تحقيق مستويات معينه في الخدمه ده اللي انا فاهمه وانا كنت زيهم انا اتعودت اني افكر ان فرحه هيجي من ان الناس هتبقى عايزه تشاور عليا وتقول اه بصوا على الراجل العظيم دوا هو بيحفظ كل الوصايا كل الطقوس بصوا عليه عشان كده يسوع قال خلوا بالكم ويل لكم اذا قال فيكم جميع الناس حسنا ايا كان اللي العالم بيقوله هو رساله فاضيه هو مش رساله الانجيل لان بولس بيقول هنا لما لما, لما انا وصلت لمعرفه الرب يسوع المسيح وان انا خلصت بس بالنعمه كل الحاجات دي بقت كراكيب ملهاش لازمه الحاجات اللي كنت فاكرها يا هو ده المهم ما بقاش هو ده الوضع فحصه الداخلي اللي كان بيعمله في حياته هو بيبص على الليستة اللي فاتت لكل مكاسبه كل أرباحه كل مدخراته قال كل دراح دول بقوا نفاية بالمقارنة بالمسيح في أي وقت بولس عمره ما أنكر حقيقة ان كل الكراكيب اللي ملهاش لازمه دي اللي كان فاكرها حاجه كويسه ومهمه وانها هتكسبه خلاص وانه هيكسب طريقه مع الله هو عمره ما قال ان ده ده عمره ما قال انه ما حققلوش الاحترام الاجتماعي هو حققله ده هو عمره ما قال ان ده ما حققلوش القبول الاجتماعي هو هو ما قالش ان ده ما حققلوش الشهره الدينيه كل ده اتحقق بالفعل لكن أنت لازم تختار عايز ده ولا عايز تسمع الكلمات الغالية من الرب يسوع "نعم أيها العبد الصالح والأمين" ما تقدرش تاخد الاتنين فحط كل مكاسبه في خانة الأرباح لكن بعدين لما قارنها بالمسيح وبعدين قال بالمقارنة بالمسيح كل أرباحي كل مكاسبي تبقى ولا حاجة غير إنها ديون بصوا كده على الليستة العجيبه ديه دي لسته مذهله تقصيا هو اتختن في اليوم الثامن فيا سيدي لما تكمل 8 ايام لازم تتختن لازم اه النسب الديني اه جزء من العهد مش بس كده لكنه من صبط بنيامين واللي هم من اكثر الاسباط المحترمه في الشعب التقليد الاعلى هو عبراني من عبرانيين دمه ما كانش مخلوط ولا ملوث بدم الوثنيين اه أنقى من كل المعتقدات الدينية فريسي أقصد أخلص من كل المخلصين هو كان بيضطهد الكنيسة أوعى تنسوا أبدا إن بولس كان بيهدد كنيسة يسوع المسيح هو كان فاكر إن ده جزء من مكافآته العظيمة وإنه بكده هيروح السما هو كان مخلص جدا وعمركم سمعتوا الناس بتقول مش مهم إيه اللي أنت بتؤمن بيه طالما أنت مخلص هل سمعتوا ده؟ أنا بقول أيوة بإخلاص ده غلط الاعلى من كل القوانين هو حافظ على كل الطقوس الظاهريه. اه لكن بصوا العدد سبعه لانه على طول بيقول ان الربح ده اتحول لتراب لما قابل المسيح لما قابل المسيح شايفين بمجرد ما قابل المسيح لما لما ادرك ان خلاصه هو بالنعمه بس وانه باقي حياته هي لطاعه اللي يسوع الليستة ديه اتحولت من مكاسب لديون. لو انت شخص قضى حياته وانت عملت اكتر ملف استثماري مهم جدا اقصد انه بمقياس اي شخص ده ملف رائع جدا وبعدين اكتشفت انه ما يسويش الورق اللي اتكتب عليه دي مش حاجه صعبه قوي ان كل المستثمرين اللي افلسوا ادركوا ده ده اللي بولس بيقوله يا أنا عملت كل الحاجات دي وما تسويش بولس بيقول أنا عملت كل اللي كنت فاكره هيوصلني للسما أنا افتكرت إن كل ده هيوصلني وأدرك إنه بمقارنتها بالمسيح هي ولا حاجة نفاية الكلمة أقوى من كده في حد الجملة فعلا بتوصف مجتمعنا النهاردة وبتعبر عنه كويس قال عارفين ما عنديش مشكلة أسابق الفيران طالما هاخد جبنة أكتر شوية وهو ده اللي احنا فيه وبولس قال كل الأمور دي اللي في دفتر الربح في خانة المكاسب في الدفتر اتحولوا لخانة الديون بمجرد ما قابلت يسوع المسيح بمجرد ما قابلته لأنه لما قابلت يسوع أنا أخدت كل حاجة فعلا مهمة أنا بحب اللي جون ويسلي قاله قبل كده، قال في طريقه مرة لخدمة، إن في ناس لحقوق قالوا له يا أخ ويسلي أنت لازم ترجع، لازم تلغي كلمتك، بيتك بيولع، قال لأ، أنا هكمل وهوعظ وقال بيت الله بيولع، هو يقدر يحميه. كل مرة بحاول أشارك المسيح مع حد تاني يقول آه طيب أنت عارف القاعدة الذهبية، لو أنا عشت بالقاعدة الذهبية أنا هبقى كويس، بقول له هل بتعيش بالقاعدة الذهبية؟ <applause> لأ، مش دي حاجة مذهلة؟ أنا بحاول أعمل كده، أنا هبقى كويس، لا مش هتبقى كويس، لكن عارفين أحسن توضيح ممكن أستخدمه في محاولة وصف الفرق بين بر الإنسان والبر اللي يسوع وحده بيديهولك هو زي لعبة بنك الحظ. الفلوس ألوانها زاهية، اللعبة ممتعة، لكن بس الغبي هو اللي هياخد فلوس بنك الحظ ويحاول يشتري شوية بقالة بيها. تخيلوا صدمه كتير من الناس اللي فكروا انهم لو هوك لو كويسين كفايه لو حاولوا انهم يبقوا كويسين هيروحوا السماء ده كده زي اللي بياخد فلوس بنك الحظ وبيحاول يشتري شويه بقاله م ما ينفعش في طريق واحد للسماء وهو من خلال يسوع المسيح والخلاص بالنعمه وحدها من خلال الايمان وحده وانت تقدر تاخده النهاردة ولو عمرك ما قبلت خلاصه تقدر تيجي وتقول له أنا محتاج خلاصك تقول له يغفر لك خطاياك عشان يديك عطية الحياة الأبدية وبولس بيقول كل الأرباح اللي افتكرتها مكاسب طلعت نفاية بالمقارنة للبر اللي يسوع المسيح وحده يقدر يدهولي بص العدد تسعة وليس لي بري الذي من الناموس بل الذي بايمان المسيح البر الذي من الله هو بالايمان بالايمان بس ومن اللحظه اللي بولس اكتشف فيها ان مكاسبه كانت فعلا ديون هو استثمر هدف واحد أسمى في الحياة الأهم الأهم من كل الأهداف الأعظم من كل الأهداف موجود في عدد عشرة وهو ده هدف الرسول بولس في الحياة أنا هتكلم عنه أكتر في الوعظة اللي جاية بيقول كل اللي عايزه في الحياة دلوقتي هو معرفة المسيح وقوة قيامته وشركة آلامه هو ده اللي أنا عايزه ليه؟ اسمعوني لان بس قوة قيامة المسيح تقدر تشبع قلوبنا الفاضية، بس قوة قيامة المسيح تقدر تهزم كل التجارب طول الوقت، بس قوة قيامة المسيح تقدر تحول اختباراتي لنصرة، بس قوة قيامة المسيح تقدر تبدل ضعفي لقوته هو، بس قوة قيامة المسيح تقدر تبدل فشلي لكماله، بس قوة قيامة المسيح تقدر تبدل عجزي لمجده قال حتى في الالم ده بيقربني من الرب ازاي لان المي بيديني فهم جديد لالامه من اجلي يا حبايبي أنا أقدر أقول لكم أنا ما تقدم كبير وأنا في قمة الجبل كل نموي حصل وأنا في الوادي بس لما كنت مكسور كبرت في المسيح عمر ما سمعت أن أي محصول كويس ينفع ينمو كويس في قمة الجبل لكن تقدر تاخد أحسن المحاصيل في الوادي وفي شركة آلام المسيح ده بيديك فهم وإدراك جديد لآلامه من أجلك وأنت هتكبر وتزدهر أنا مش عارف مش عارف بالظبط فين أنت حاطط ثقتك أنت بس اللي تقدر تجاوب أنا مش عارف إيه هي الإنجازات اللي أنت فخور بتحقيقها أنت بس اللي عارف أنا مش عارف إيه هي لستة المكاسب اللي بتديك الشبع أيا كانت لما تتقارن بالمسيح هي ديون هي إنفاية هي ولا حاجة لكن ده أكتر شيء مهم وأنا بختم اسمعوني كويس أعتقد أن معظمكم عارف أنه لما هنروح السماء هنقول يا إيه ده أنا كنت فاكر أن الحاجات دي مهمة هناك يا هو أنا هو ده أنا كنت الآن بسببه لما تقارن ده في وجود الرب والمجد ساعتها هتقول هو, هو هو أنا, أنا أنا معقول إزاي أبقى بالغباوة دي أني أفتكر أن الحاجات دي مهمة هنا ده هيحصل في السماء لكن مش لازم تستنى لحد ما تروح السماء عشان تكتشف ده تقدر تكتشف ده دلوقتي تقدر تدرك ده دلوقتي تقدر تبتدي تقدر فرح الرب دلوقتي ان اردت ان تتعرف على الله بطريقه شخصيه اطلب نسختك المجانيه من هذا الكتاب العثور على الفرح المنشود سوف تتعلم من خلالها عن محبه الله العميقه لك وستختبر غفرانه غير المحدود وان كانت لك شركه روحيه مع الله وتود ان تسير بقربه وفي مخافته اكثر واكثر كتيب الخطوات السبع في مغامره ايمانك سيقودك الى بناء علاقه حميمه مع الاب السماوي اطلب نسختك المجانيه الان